تعلو الترانيم التي غابت طويلاً عن هذه الكنيسة. قداس أقامه المسيحيون في كنيسة البشارة بالموصل. هذه الطقوس تأتي احتفالاً بأعياد الميلاد المجيدة. رغم خلو بعض المقاعد هنا، إلا أن الحضور كان مقبولاً، فيما امتدت جسور التعايش أيضا. الحقيقة مشاركتنا في هذا العيد هو يدل على الأخوة والمحبة والسلام بيننا. حبيت أنا أشارك في هذا العيد وأقدم لهم حلويات بهذه المناسبة. سجلت مدينة الموصل بعد تحريرها وبحسب تقديرات عودة ما يقرب 60 عائلة فقط، في حين كانت أعدادهم قبل احتلال داعش للمدينة قرابة 138 ألفا، توزعوا داخل المدينة وفي سهل نينوى، لكن اضطهادهم من قبل الإرهاب خفض ذلك العدد كثيرا. ما يقارب بحدود 50 إلى 60 عائلة يعني موجودة، فعدد اليوم لا بأس بينه، يعني أكو بعض الأيام بقد عدد اليوم، اليوم جدا مهم لا بأس بينه بالنسبة للحضور. نطلب من الرب أنه تعود العوائل المسيحية إلى موصلها. الأمنيات التقت عند نقطة واحدة، وهي السلام والأمن والاستقرار، فيما يأمل المسيحيون أن تعود الموصل كما كانت ليعودوا إليها. نتمنى أنه جميع الكنائس تتعمر ويرجعون المسيحيين على مناطقهم على بيوتهم، ويعم السلام بكل العالم، ويزاح الكورونا هذا الوباء، يزاح عن العالم كلته، وكل عام وانتم بخير. تتجدد الأمنيات وترفع الصلوات ويقام القداس كل عام بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، لكن هنا في الموصل التي كانت يوما ما مهدا للمسيحية، تقتصر هذه الأجواء على كنيسة واحدة فقط وبحضور محدود، فإفرازات داعش لا تزال تقف عائقا أمام عودة المسيحيين إلى يومنا هذا. محمد طلال، زاغروس تي في، الموصل.